إذن غادي نمشيو عند سعاد من تيزني. صباح الخير سعاد. صباح النور اختي سناء، كصبحتي على خير؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. يسولفك الخير، كتسمعيني مزيان بعدا؟ الحمد لله ايوا مزيان مزيان، حيت تعذر فيكس ما عرفتش سميحه كتصل بيا وراه ما كيجاوبش. اييه فعلا عندنا في الدرب كيصايبوا شي حاجه. المهم كنهضر معك دابا من بورطابل، واش كتسمعيني؟ لا لا الحمد لله كنسمعوك مزيان. صافي مزيان داكشي اللي بغينا الحمد لله. لا لا اختك اختي سناء، غادي نبداو ان شاء الله اليوم بواحد الخبيزات هما على شكل بحال الديكور ديال البانيني. أيه. محشيين بالفرماج بالنسبه للوليدات راه كيجيو زوينين. ان شاء الله غدنا عندنا واحد رابعه ديال الفرص، وعندنا معالق ديال الحليب غبره. اييه وعندنا واحد ثلاثه المعالق ديال الزبده ذايبه، وعندنا جوج معالق ديال السنيده، والخميره ديال الخبز غادي نذوبوها مع دوك جوج المعالقات ديال هذا شويه ديال الماء. وعندنا الفرماج باش غادي نشيو، وشويه الزنجبان تزيين، وواحد البيضه باش غادي ندهنوا هذوك على جانب، والمليحه ضروري المليحه، العجينه كتكون فيها الملحه. واخا غادي نجمعوا ديك العجينه مع داك الحليب غبره ومع ثلاثه المعلقات ديال الزبده، ونزيدوا عليهم ديك الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره تقريبا ديال الخميره ديال الخبز دايبه مع جوج معالق ديال السنيده، وغادي نجمعوا العجينه بالمدافي وقبيصه الملح، نجمعوا العجينه بالمدافي وغادي ندلكوها مزيان. كتبغي النيت ندلكوها مزيان، وكنلفوها في واحد البلاستيك غذائي ونخليوها تقريبا ربع ساعة. هاد رابعة ديال الفرص كتعطينا ثلاثة. كنقطعوا العجين من بعد ما طلع واحد ربع ساعة، كنقطعوها على ثلاثة وكنضربوها هكا شوية بالدلاك باش تعطينا شوية الطول. كناخذوا الفرماج الأبيض كنديروه تقريبا على شكل اصابع، يكون طويل على الطول ديال هذيك العجين. اييه نشكلو على شكل صبيعات. اييه على شكل صبيعات، وكنحطو وكنلفو باليدين ديالنا، وكنحاولو نديوها ونجيبوها حتى ما كيبقاش هذاك الحرف، ونسميتو نرقوهم بحال نرقوهم شويه من الجوانب باش يعطيونا واحد الديكور زوين. واخا وكنديرو ديك الفتحه اللي هي كنديروها ديما، كنبقاو نديروها في التحت. اييه كنستفوهم في الطاوه بحال ما هكايا، وكندهنوهم نفلحوهم كل خبيزه ولا كل بانينيه كنضربوها اربعه المرات بالموس، يكون حاد ويكون شويه تقريبا تقريبا يبان لنا داك الفرماج. وكندهنوهم بالبيض وكندردرو عليهم الزنجلان وكنخليهم حتى كيطلعوا. صافي وكندخلوهم للفران، راه كيجيو رائعين على المذاق ديال الفرماج، والوليدات في الكوتي راه كيجيو زوينين فعلا. هما الوليدات عز عليهم الفرماج بهذه الطريقه. يلاه يعطيك الصحه. هذا الشيء اللي كاين اختي سناء. غادي نبداو بهذيك الكرواسان اللي راه معروفه وكلشي الاخوات، وبغيت نذكر الاخوات كلهم اللي كيتصلوا بيا وفي لاباج ديالي كيلحوا عليا على المقادير، شي حاجه حاطه ليها المقادير غير نظرا للوقت، زعما راه اي حاجه اللي محطوطه في داك لاباج ديالي راها كنقولها هنا في الاذاعه. اي حاجه واحد لابيش راني درتها، واحد الرغيف درته ميا في العيد، وكيتصلوا بيا الاخوات، راه كل اي حاجه راني كنقولها هنا في الاذاعه ويسمحوا لي. اللي قدرت نحط المقادير واللي ما قدرتش راه ما يسمحوا لي. واخا ان شاء الله. المهم عندنا قلنا نص كيلو ديال الفرص، نص كيلو ديال دقيق الفرص، هذه بالنسبه للعجين ديال الكرواسان. الكرواسان ديك اللي راه معروفه وراه تبارك الله كاينين اللي راه كيتصنتوا اذاعه والمبتدئات، والمهم راه حنا كنديروها راه هذه من خدامه. ان شاء الله عندنا خمسه المعالق ديال الزبده ديال السنيده، وعندنا جوج معالق ديال الزبده ذايبه، وعندنا واحد البيضه، وعندنا لافاني واحد الباكيه ديال لافاني، وعندنا قبيصه ديال الملح. صافي هادشي اللي كاين في العجين. واخا قلنا بالنسبه لعجين الكرواسه في نص كيلو ديال دقيق الفرص، وخمسه د المعالق كبار ديال السنيده، وجوج معالق ديال الزبده مذوبه، وبيضه وحده كامله، وساشي واحد ديال الفاني، وقبيصه ديال الملحه. قبيصه ديال الملحه والخميره الخبز. ايوا وشويه ديال الخميره المعجونه. الخميره المعجونه تقريبا معلقه تقريبا صغيره هكا كاينه، ولا معلقه ونص على حساب الجو. صافي كنجمعوها بالمدافي كنعجنوها مزيان حتى كنعجنوها، وكنخليوها ترتاح واحد شويه، وكنقطعوها على 10 ديال الكريسات. كتعطينا نص كيلو الفرص كيعطينا 10. اييه كنخليهم يرتاحوا، كيدهنوا بالزيت وكنخليهم يرتاحوا. كتكون عندنا الزبده تقريبا نص ربع ديال الزبده ذايبه، غادي نورقوا ديك سميتها ديك الكريسان، نورقوها مزيان حتى تولي داك الرخامه كتبان لينا. هذا هو السر ديالها باش كتجي مورقه. اييه صافي وكنرشو الزبده وكنطويو على شكل مسيمنه مربعه حتى كنكملو كلشي دوك 10 الكريسات. كنخليهم يرتاحوا واحد شويه باش يعطيونا الطوع باش يخفوا لينا،
وكنورقوهم وكنشويه يولي الطول ديالهم كبر من العرض ديالهم. اييه صافي وكنشدوا واحد الموس وكنضربوهم على الطول تكيوليو عاطينا جوج ديال الشرائط. واخا صافي كناخذوا ديك الساعه الا كريم باتيسيال معلقه صغيره ديال كريم باتيسيال. ديك كريم باتيسيال الا بغيناها باش نديروها كذا خصنا نديروها في الليل ولا غادي تصبح لينا نديروها في الثلاجه باش كتجمع حيت الا درناها ديك الساعه كتخرج لينا. صافي كنديروها نديرو فوقنا طريب الشوكولاته الا ما بغيناش كريم باتيسيال كنديروا غير طريب الشوكولاته على الطول فول كنلفو كيجينا تجينا ديك الكرواسه بحال السيكار. اييه صافي وكنستوها في الطاوه وكندهنوها بالصفرد البيض مع شويه ديال قطرات الحامض. انا ما كنديرش فيها القهوه على قبالي هي حساسه وفيها الزبده دغيا كطيب يعني كندخلوها كتحمر لينا داك مع سميتو مع داك دغيا كتحمرنا مع ديك القهوه وكتعطي اللون وكتكون هي مازال مازال خضره من الداخل تماما وهي كتبغي العافيه مهيله ما كتبغيش البوطه تلقيها الفران تلقيه عليها باش ما هذا. صافي كنخليوها طيب على الخطر ديالها وملي كنطيبوها ونخرجوها كنخليوها في الطاوه حيت دغيا كتعجن لينا غير كتبرد راه كنهزوها كنديروها في واحد الطيل ولا واحد السكيره وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه مشكورا لاعادتك هذا العجين الكرواسان اللي قاس احسن ديال بزاف المستمعات ونتمنى لانهم يكونوا سجلوا معنا كيف ما قلتي الطريقه ديالها سهله خصنا غير نتبعوا المراحل. هذاك الشيء اللي كاين اختي سناء عندي واحد الكيك بالليمون. كيك بالليمون رائع وجديد والمهم راني درتو شفتو في احد القنوات وجربتو دابا شي ثلاث مرات وانا كنجربو كيطلع لي السر بغيت نفيد اخواتي. بارك الله فيك بالصحه والراحه. ربي يخليك. عندنا بعدا كاينه سميتو عندنا اربعه ديال البيضات. اييه وعندنا كاس ديال الحليب كاس ديال العنبه وكاس ديال الزيت وقشور ديال الليمونه كبيره قشور مبشور. اييه وعندنا كاس ونص ديال الدقيق ونص كاس ديال السنيده وجبك هي الخميره ديال الحلوه. وعندنا فيها الكراميل اختي سناء عندنا تقريبا اربعه ديال المعالق كبار في هذا الكراميل اللي غادي نديروا ليها اربعه ديال المعالق كبار ديال السنيده وواحد نص كاس ديال الماء. غادي نديروا ديك السنيده بربعه ديال المعالق غنديروها في الكاسرونه وغادي نحطوهم فوق النار وحنا شويه النار وحنا كنحركوا الكاسرونه حتى كيولي لنا كراميل. ملي كيجي صافي تعطي ولي كراميل غادي نزيدو لك الكسكويس بالماء وحنا كنخلطوا باش يولي لنا جاري باش ماشي نديروه في الطاوه وكيجمد لينا. واخا وبالنسبه لاخرى عندنا ليمونه تكون كبيره كنقطعوها دوائر شويه تكون رقاق. اييه وغادي نديرهم في كاسرونه نديرو عليهم جوج كيسان ديال الماء وكاس ديال السكيده وكنخليوهم يسمخوا الا سمحتي سعاد خليك في نفس البلاصه اللي كنتي. تفضلي سعاد نكملوا بالنسبه للكيك بالليمون وقفنا عند قلتي لنا الكراميل هذاك يعني طريقته سهله يعني موجود بالطريقه المعروفه. قلتي لنا دوائر ديال الليمونه ياك وحده. الليمونه كنقطعوا دوائر شويه رقاق صافي وكنزيدوا عليهم نزيدوا عليها جوج كيسان ديال الماء وكاس ديال السنيده وكنحطوها فوق البوطه كنخليوها تغلي تقريبا 10 ديال الدقائق. غادي ناخذوا داك الكراميل غناخذوا ديك الطاوه ديالتنا ديال الكيك اما المربعه ولا دائره ولا المهم داك الشيء اللي عندنا كنخويو داك الكراميل كنديعوه بواحد المعلقه وكنحطوا دوك الدوائر كلشي نستفوهم على هذاك الكراميل. وكنخويو العجين اللي راه حنايا درنا العجين باين كيجي هو بحال العجينه ديال الجينواز. صافي وكنخويوه وكندخلوها الفران حتى كطيب. عندنا هذاك السيرو اللي بقى لنا ديال داك الدوائر ديال الليمون كنخليوهم فوق البوطه كيغليو تقريبا واحد خمسه ديال الدقائق. ملي كتخرج لينا هذيك الكيكه اللي راها بالليمون كنقلبوها في واحد الطبسيل ديالها وكنسقيوها بهذاك السيرو اللي عندنا. واخا وصافي وكتجي رائعه. وملي كنقطعوها مربعات كل ديك ديال الليمون كنقطعوها في مربع صافي كنقدموها تبارك الله راه كتجي غزاله للاصدقاء والوليدات وكل شيء. اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يخليك اسامه. كنشكرك بزاف. انا واحد الحلوه ديال التمر الا كان باقي الوقت. حلوه ديال التمر. اييه واخا. بالنسبه للوليدات عندنا ثلاثه كيسان ديال الفرص. اييه وعندنا كاس ديال الزبده ذايبه واحد الباكيه ديال لافاني وكنجمعوا هاد العجين هادشي اللي فيها وكنجمعوها بالماء وشويه ديال ماء الزهر تقريبا واحد اربعه المعالق تقريبا ديال ماء الزهر ثلاثه كيسان ديال الفورص وباكيه ديال لافاني وكاس ديال الزبده وشويه ديال ماء الزهر مخلط مع الماء. اييه صافي كنعجنوا العجينه وكنخليوها ترتاح. عارف انا. اييه تفضلي. صافي كنعجنوا العجينه وكنخليوها ترتاح تقريبا واحد نص ساعه مكانيه وقد كتكون عندنا الحشو تقريبا شي كيلو النهار ولا نص كيلو على حساب نص كيلو ديال التمر
كناخذوه ونطحنوه في الطحانه ديال المطيشه، وغادي نزيدوا عليه واحد كاس ديال الكاكاو محمر ومطحون، وكنعجنوه الى جانا شويه ناشف راه كنزيدوا واحد الجمعه ديال الزبده، والنكهات مع هذا ديال التمر كنزيدوا شويه القرفه شويه القرنفل على حسب الذوق ديالك. على حسب الطيبه اللي بغيو. اييه كناخذوا نطلقوا العجينه، نطلقوها بالمدلك، وكناخذوا داك سميتو داك التمر كنديروا ديك الحشوه كنديروا على شكل صبيعات، وكنحطوها على الحرف ديال العجين وكنلفوا وكنقطعوا العجين اللي زائد كيجيو دابا طوالين على شكل الاصابع. غادي نقطعوهم بالموس، غادي يجيو طوالين قلنا، وغادي ناخذوا داك المنقاش ديال الكعب وغادي نقشوهم. اييه باش يعطينا واحد الزيت. بحال هكا غايجيو بحال داك السنسول ديال الحوت. غادي نقشوه كاي داك الاصابع ديال هذا تنكملوا كل شيء، وغادي ندخلوها للفران راه شويه هي كطيب شويه بدات اللون ديالها يولي ذهبي صافي كنخرجوها. كيكون عندنا واحد السيرو عصير عادي كاس ديال السنيده وكاس ديال الماء، وكنغطسوها سخونه في داك السيرو كنهزوها نقطروها وكندوزوها في الكوك وكنحطوها في الكوك خطاف راه في لاباج ديالي راه كتجي رائعه. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. أكيد على أنه هادو شهوات يعني خاصين بالنسبة للكوتي. الله يعطيك الصحة باش ما يكونش عندنا واحد الملل، يكون دائما التنويع على خصوصا الوليدات. تبارك الله عليك. مازالين غادي نواصلوا معاك غدا إن شاء الله في أسبوع.